جلسة اليوم بمنتدى آرتا كانت حول السلم الأهلي والعيش المشترك. عقدت الجلسة في مدينة ديريك في كنيسة الإخوة في دلالة على أن بيوت الله لا تجد سوى لغة المحبة، لغة الحوار، لغة القيم التي نسعى إليها دائما. الجلسة كانت غنية بآراء الحضور من محامين ومثقفين وإعلاميين من كافة مكونات المدينة، ودائما نسعى إلى عقد هذه الجلسات أن نلتقي، أن نتحاور حول كل ما يجمعنا ويؤدي بنا إلى حاضر وغد أجمل وأبهى. باقا شيء في أن مجتمع بكاري بهفرة بعيشة لابد دفي بهفرة رينا دفي هفرة إيشو كلو مرقي خوش هفرة بيجي بأفج فاتي هولي أم تقدرون بوجه بوجه أم هفرة رينا فيديوي جيلكي سر مجتمعنا وسر ما أشخاصنا وسر شي قومي بن شي طوائف بن شي أبن دفي بحمي هفرة رينا. جاره که پیوست پیام ما نو جوال کرده ده هم د حرم جزیره ده جمره گیرین که جبر کو گلک پکاتی د ورده جیان دکن حتی وکی نه مو رژیم به جوال کې لیسته بو رژیم همو تشتی وی لف استه بو باوریا خلک ایدی به دونت هات پکاتی هینجی ثقت نبره و د زیده نه ما بو گرکه اف مجاره نه گرو ام وکی كان طبعا خلك شنا باش تي في قناغا افقا شري بوي وافقا انجامك وخرا اني كجفا كما تشوات فكري